صباح الخير، شو اخباركم؟ شلونكم؟ عساكم طيبين. اليوم تجربة لأول فلوج. طالع من الشغل، بنروح نتغدى وبقول لكم ايش اللي صار في اول يوم كتجربة للوزمة. شوف الحين عقب الثلاثة بيفتح السنسر، نبي السنسر ماله. شوف عقب الثلاثة يفتح جنبينات، تبي له اربعة، تبي جنبينات اربعة مال سبرينج فرش كامل سمكرة. ان شاء الله عقب سنة بتشوف الموت الاخير. زين، ليش سويت المقطع ذي عبارة عن فلوج مو تكملة ريفيو؟ اولا انا ابي اسوي الفلوج وهو في نفس الوقت يكون ريفيو عن الابليكيشن اللي هي مع الكاميرا ذي. زين، كتجربة حق الابليكيشن نفسه، اول خيار طبعا انا جربته وهو التايم لابس اليوم الصبح. في البداية التايم لابس خرعني، خلصت التايم لابس وصورت. اللي صادف ان الكاميرا ما كان فيها تشارج، وقبل لا اوصل الشغل بندت الكاميرا. انا حطيت احتمال ان يعني التايم لابس راح علي، فقلت ان اكيد ما في فايده، لاني ما طقيت سيف ولا وقفت الفيديو مال التايم لابس، فقلت اكيد راح علي. اللي صار اني بدلت البتري وحطيت بتري ثاني. اول ما بديت اشغل اللايبراري، اول ما فتحته ما لقيت شيء، لا تايم لابس ولا غيره، فقلت هذه معناته ان اي شيء تصور الكاميرا ويبند البتري يروح علي. لكن بعدين تفاجأت ان لا، هالشيء ما صار، بنته فتحت البرنامج مره ثانيه، الفايلات كلهم موجوده. ويوم نزلت ملفات التايم لابس اللي موجوده في الميموري، اكتشفت ان اصلا قاعد يصور مانيوال وفي نفس الوقت يعطيك الريزلت فيديو، ياخذ مجموعه صور ويخليها فيديو، وفي النهايه انت تحصل على الفيديو. في التلفونات عندنا في البرنامج نفسه ما يعطيك الصور، يعطيك الفيديو الريزولت في النهاية. الأوزمو لقيت فيها انه لا، تعطيك الصور زائد الريزولت. لقيت الملفات التايم لابس موجودة، ما فيها اي مشكلة وما انحذف، مع ان الكاميرا كتجربة كانت شقالة وخلص علي البتري وبندت الكاميرا. اوبشن حلو في الابليكيشن وفي الكاميرا انها هي لما تصور تايم لابس حتى لو خلص عليك التشارج وبندت الكاميرا بيبقى هاي السورس فايل، ما بيتغير. فهذه اول شيء في الابليكيشن اللي هو التايم لابس. زين، انا بواصل في الاب لين يرجع محمد. خيارات الموجوده للتصوير الفوتوغرافي تقريبا الاساسيه منها اللي هي ال 180 180 درجه، سواء بنوعينها، نوع الجهه الاماميه للكاميرا ان من تختار ال 180 فهي تتوجه للامام وتصور لك 180، او الخيار 180 سيلفي ان انت اللي انطقيت عليه تتوجه باتجاهك وتصور 180 درجة، او خيار البانوراما واللي هو يصير 360. اما خيارات الفيديو عندنا نوعين، النوع العادي تصوير الفيديو والنوع السلو موشن. الفيديو طبعا بعدة خيارات، في 4K وانت نازل وفي السلو موشن. هذه هو الخيارات الفيديو عندنا. الزر اللي بعده تحت بتحصلون اللي هو فيه سيتنج وغيره وغيره وغيره. نرجع لكم بعدين. زين، انا الحين الزر الثالث من على اليسار في الشاشه قدامكم بتشوفون في دبل خفيف دبل ثقيل. لا لا، هذه غير، هذه غير، هذه مال الكاميرا. احب اراويكم الدبل الثقيل دبل خفيف. احنا نخلص بس الشرح بعدين بنشوف الشرح شرح غير يعني عندنا لكم. المهم، الزر الثالث من القائمة اللي على اليسار انا من الشر. لا، احنا والله احنا بروحه واصلي في الجمبل احنا على الهواء مباشره. اي على الهواء، ترى كلها ريكورد. كيفك انت؟ والله ايه، ان الحمد لله. زين، اسمع، الزر الثالث اللي على اليسار في القائمة قدامكم هو السيتنج والإعدادات حق الفوتوغرافي، سواء تختار بين الأوتو أو الشتر سبيد بايوريتي أو
او الجي 55 او الجي الله عليك ما تسجل حلقة وياك تغيرات حالك كلمة ماني بقاصدها وانتفل الطيب من فارك والعرب تعرف مقاصدها يا من أعمامك هم أخوارك يا متى تبني بدمونها وانتفل الطيب من فارك والعرب تعرف مقاصدها يا سعود العلي عذبني ملهوف الحشا وتعبني وغبني عليه وغبني من غير جميع ارقامه صده ما عرفت اسبابه واللي ما حسبت حسابه غير رقمه واتسابه وسنابه مع استقرامه يلا ابو سامي اروح انت غدا هذا كل الزين يعني نقدر اليوم نشبع انا صراحه مفتخر بك اي وبطيبك وبطيب قلب اهلك اللي طلعوك بهالمنظر وهالطيب وهالاخلاق هذه مشكور واشكر الوالد والوالد على حسن تعاملهم مع الناس من طيبهم الصراحه يستاهلون في الدنيا وفي اخر الجنه ان شاء الله احسنت تسلم يا ونمشي السلام عليكم رجعنا لكم عقب نهاية الدوام وأحب نكلمكم عن الابليكيشن اللي مستحيل مساعة كان يتم ويا أبو يوسف يلا اوكي احنا وصلنا اخر شيء الى السيتنج اللي جهه اليسار طبعا اخر زر تحت او اخر ايكون جهه اليسار بيكون اللي هو اللايبراري اللي انت تشوف وين الاشياء اللي سيفتها والمقاطع التصوير اللي صورتها والفيديو والفوتو كلها هذه على الجهه اليمين ايكون الجيمبل بيطلع لك ثلاث خيارات الخيار الاولي اللي هو ري سنتر والخيار الثاني يخلي الكاميرا سيلفي والثالث الخيار اللي هو يسوي لوك على الدايركشن دي نفسه طبعا في ايكون تحت كلش على اليمين وهو السيتنج السيتنج يفتح لك الخيارات اللي هو عندك الكاميرا اذا تبي التحكم في السيتنج الكاميرا يعني حجم الفيديو الكواليتي ماله خيارات الصوت واشياء وايد ثانيه فهذه اللي حبيت اواصله من الابلكيشن اذا في اي استفسار وانا صادفني اي شيء يعني مع اليوم ممكن اشرحها بعدين تالي حبيت بس ابدي رايي وجهة نظري في الاوزمو كفلوجين كاميرا للاستخدام اليومي من خلال تجربتي اليوم اعتقد وجهة نظري ومثل ما ذكرت في الفيديو اللي قبل انها ما تصلح تكون كاميرا رئيسية حق الفلوجينج ممكن اخذها كاميرا ثانية ودعم فيها لقطاتي مثلا اذا بصور اي شيء فيها موشن فيها حركة فيها تايم لابس فيها افكار وايد اقدر استفيد من الاوزمو ككاميرا اضافية للكاميرا الاساسية في الفلوجينج لان الكاميرات الثانية واذا صار نصيب تحكينا عنهم في فلوجات ثانية ككاميرا فلوجينج او حتى استخدام عادي يعني الكاميرات الثانية وايد اسهل مجرد شغلها اقلب شاشاتك تشوف روحك وانت تصور وذي صور الثانية عدل شاشاتك امورك طيبة هذه الكاميرا لازم كل ما تشغلها تروح حاول تشبك الكونكشن بالواي فاي على التلفون عشان تشوف اللي قاعد تصوره هاي اول نقطة النقطة الثانية ساعات ما يخدمك التلفون مثلا يمكن ما في شارج او تبي تستفيد منه او تبي تخليه فهذا شيء وايد مزعج واهق ثالث شيء الكاميرا ذي بتريها بسرعة يخلص فانت لازم على طول تتابع البتري فيه ولا ما فيه وغيره لكن بشكل عام هي كاميرا ممتازة وتستحق سعرها اللي فيها صراحة مع تحفظي على بعض المشاكل اللي صادتني اليوم هي هذه انه على طول من تفتح لازم تسوي كونكشن على التلفون وتتأكد لين يشبك وغيره وطلع من السيتنج وردش البرنامج الكاميرا نفسه ف
فهذا شيء مزعج مع الوقت يعني. فقلت زين انه يفيد، لكن اذا كل مره بايلوس هلون اسوي، وهو اللي جربته اليوم كان الموضوع مزعج شوي. ضيف على ذي الشيء ان انا مركب المايك على طول، فانا يعني مو بس السيت اب مال الكاميرا نفسه، لازم مايك موجود. الحين هاي الصوت اللي تسمعونه صوت المايك المركب على الاوزمو، مو المايك مال الاوزمو نفسه. هاي ميكروفون الاوزمو حاليا، فالصوت وايد مزعج، مو بحلو ولا بواضح. اختم الفلوج في ان الكاميرا ما تنفع تكون كاميرا فلوجينج. بالنسبه للفلوج اتمنى تعطوني رايكم في الكومنت تحت، تقولوا لي هل هو تجربة زينة كأول فلوج أسوي. إذا عجبكم المقطع وإن شاء الله أوكي أواصل عليه في فلوجات ثانية، وإذا ما عجبكم قولوا لي شنو بالضبط اللي ما عجبكم، وحاول أغير وحاول أعدل. وهو فلوج يعني، أنا حبيت أسوي فلوج أخذ راحتي فيه أكثر. أشوفكم على خير إن شاء الله في فلوج الجاي. معاكم دعي خليفة، ويلا مع السلامة. خلاص أشتغل على الوصال. هذي أنا في عرس من العروسة، ضبطوني، مشكورين يا الربع، خوش عرس.